حسام البدري، ماهر امام، مصطفى يونس، ربيع ياسين. خط ظهر مره ثانيه، حسام البدري، ماهر امام، مصطفى يونس، ربيع ياسين. حضراتكم شايفين على الشاشه الفريقين بينزلهم ليتقدمهم طاقم من حكام الايطالي. خط الوسط من اليمين للشمال، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مختار مختار. خط الوسط مره ثانيه، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مختار مختار. اما خط الهجوم فمن يمين للشمال، زكريا ناصف، محمود الخطيب، طاهر ابو زيد. خط الهجوم مره ثانيه، زكريا ناصف، محمود الخطيب، طاهر ابو زيد. اما البدلاء فثابت البطل، محمود صالح، مدحت رمضان، خالد جد الله، محمد عامر. طاقم الحكام الايطالي اللي بيحكم مباراه اليوم زي ما قلت لحضراتكم بقياده الحكم الدولي الايطالي منجالي. منجالي 49 سنه، مباراه دوليه الف، ولو 50 مباراة بين الأندية الدولية في إيطاليا وخارج إيطاليا. حكم الإيطالي مانجالي سبق أنه حكم مباراتين للزمالك والأهلي، الأولى عام 74 والثانية في موسم 78. النهاردة بتعتبر المباراة الثالثة له في استاد القاهرة بين نفس الفريقين الزمالك والأهلي. أما مساعداه فدي أول مرة بيزوروا فيها مصر. طاقم الحكام وصل امس الساعه 5، يغادرنا ان شاء الله بالسلامه الى ايطاليا يوم الاحد. اخر مباراه فيه وكابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاته، روح رياضيه حقه. الخطيب نجم مصر بياخد حسن شحاته نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا الى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضيه اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بابطالنا ونسعد بمثل هذه اللقاءات الكبيره. بيلعبها امام مين؟ حسن شحاته، بيعليها حسن شحاته، لعبها لورا، يا سلام، عادل عبد الواحد بدماغه وتطلع فوق العارضه. طاهر ابو زيد بياخدها مره ثانيه وبيمشي ورجله اليمين بيشوطها انها ضعيفه، توصل في ايد عادل مامور، لعبها لعلاء ميهوب، علاء ميهوب بيلعبها على طول وطاهر بيلم بيشوطها بره القايم الشمال. ربيع ياسين لزكريا، طلع على طول لحسام البدري، جامده فوق العارضه بره الملعب. ابو زيد بيمشي من 2 3 وبينقل على طول لحسام البدري. برافو يا عادل، عادل مامور، برافو، برافو يا عادل. مختار بيرجعها لزكريا، بيلعبها عاليه برجله اليمين وحطها، يا سلام، برافو يا عادل يا مأمور، عادل مأمور انقذ جول اكيد. بيلعبوا العرض، بياخدها، برافو يا عادل يا مأمور. هنا تومسون بيقف جنب خط تماس، بتلعب على طول، يقطعها مجدي عبد الغني، توصل لمختار مختار، مختار مختار ماشي، بتلعب لزكريا، نصب رجل مين جنبها، جول، الجول الاول للنادي الاهلي، جول، الجول الاول للنادي الاهلي. زكريا ناصف بيلعب قنبله في الزاويه اليمين، بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي، وباقي حسب ساعتي انا نص دقيقه.